والآن أدعو مع السيد داتو إيروان بهين يوسف وزير الخارجية الثاني في بروناي دار السلام لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Your Royal Highness Prince Mohammed صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية ورئيس الدورة الرابعة عشرة غير اعتيادية منظمة التعاون الإسلامي، أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي، سيداتي وسادتي. بداية أود أن أنقل ترحيب سلطان بروناي لهذه القمة غير الاعتيادية، وأيضا أعبر أن أنقل امتنان وتقدير سلطان بروناي لخادم الحرمين الشريفين لهذه القمة الطارئة. كمان أيضا أشكر صاحب الفخامة رئيس الدولة الفلسطينية الرئيس محمود عباس، وأيضا أقدم حر التعازي للرئيس الفلسطيني لخسران أو فقدان الأرواح والمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني. بروناي دار السلام نعبر عن شجبنا للتصعيد للعنف والذي نجم عنه الخسائر غير مبررة للأرواح البريئة والمعاناة وتدمير الممتلكات الذاتية ودور العبادة تحديدا في غزة، ويبدو أنه لا مكان ولا شخص تم الإبقاء عليه. ونحن ندعو القوى المحتلة لإنهاء الإنكار لأسوأ كارثة إنسانية في غزة وإيقاف أعمالهم والوفاء بالتزاماتهم وفقا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وكل القرارات ذات العلاقة بالأمم المتحدة. لابد أن يسمحوا بدخول ووصول كل المساعدات الإنسانية. صاحب المعالي سيد الرئيس، اليوم وفي هذه القمة الغير اعتيادية الطارئة لنا الفرصة لندعو مجلس الأمن بالأمم المتحدة للإيفاء بالتزاماتهم لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، وندعو أيضا المجتمع الدولي للالتزام بقواعد وقوانين القوانين الإنسانية وإنهاء تدمير الشعب الفلسطيني. وقضية فلسطين كانت وتظل دائما في قلوبنا في منظمة التعاون الإسلامي، ولذا نحن في بروناي نقدم دعمنا الكامل للقرار المشترك للقمة غير اعتيادية لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك يظهر صمودنا مع الشعب الفلسطيني. وأن بروناي دار السلام يبقى صامدة في هذه في القضية الفلسطينية للوصول إلى حقيقتها في تقرير المصير، ونؤكد دعمنا لوصول إلى حل الدولتين وصولا إلى دولة فلسطينية مستقلة وفقا لحدود 1967 والقدس عاصمة لله. شكرا لك سيدي الرئيس. أشكر معالي على كلمتي.